إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى لرسالته، أرسله إلى فرعون وأرسل معه أخاه هارون ليعاضده، وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب إلى فرعون بأمر الله جل وعلا فقال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، يعني الأمم السابقة؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عند ذلك طلب من موسى أن يعرض عليه الدليل على أنه رسول، فرفع موسى يده فإذا هي بيضاء كالشمس، وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. أقام البرهان الصادق على رسالة موسى عليه السلام بهاتين المعجزتين. عند ذلك كابر فرعون وقال هذا سحر، وعندنا من السحرة من يبطل هذا السحر. ثم طلبوا من موسى أن يحدد يوما لعرض ما معه وعرض ما مع السحرة ليبطلوه، فواعدهم يوم الزينة، يوم عيد لهم يجتمعون فيه الناس الضحى أول النهار. فلما اجتمعوا قالوا لموسى ألق ما معك، قال ألقوا أنتم ما معكم أولا. فألقوا ما معهم، امتلأ الوادي من الحبال والعصي التي فيها الزئبق تتحرك كأنها حيات. فأوجس في نفسه خيفة موسى أن يصدقهم الناس، قال الله جل وعلا لا تخف إنك أنت الأعلى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع كل ما في الوادي مما ألقوه، وخافوا على أنفسهم أن تداهمهم وطلبوا منه أن يكفها عنهم، فأخذها عليه الصلاة والسلام وعادت كما كانت. عند ذلك عرف السحرة أن هذا ليس بسحر وأنه معجزة من آيات الله، فآمنوا لموسى عليه الصلاة والسلام وسجدوا لله عز وجل متعبدين لله. عند ذلك هددهم فرعون بأن يقتلهم وأن يصلبهم، ثبتهم الله على دينه ولم يعبأوا بتهديد فرعون. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فقتلهم ونفذ فيهم وعيده، ولكنهم دعوا الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فتوفاهم الله مسلمين. عند ذلك تمت الجولة الأولى بين موسى وفرعون.